السلام عليكم. اليوم لأول مرة نروح نشوف الجسر العملاق هذا اللي يمر فوق واد الحراش واللي يوصل منطقة جامع الجزائر بشارع طرابلس على امتداد حوالي 950 متر إذا أضفنا له الملحقات اللي جاية من جهة شارع طرابلس. إذا نروح نشوف إذا لأول مرة نروح نشوف ندير فيديو فوق الجسر، نروح ندخل نتوغل في الجسر هذا قبل الافتتاح ديالو ببضعة أسابيع أو أيام أو أسابيع. المهم الأشغال مازال مستمرة خاصة في الجزء اللي رانا نشوفه فيه من جهة شارع طرابلس. الآن انطلقنا من منطقة المحول الجديد اللي تم إنشاؤه يعني في بالقرب من ملعب اتحاد الحراش يعني في المحمدية. إذا وننطلق باتجاه الجسر، نحاول كما رانا نشوفه هنا نحاول ندخل يعني توغل في الجسر ونشوف نديرو نية في الهبال ونصدمو ونشوف. إذا هنا ندخل في البداية تاع الجسر ديالو، ونلاحظ أنه الجسر هذا فيه زوج أروقة. الرواق الأول هو رواق خاص بالمشاة رصيف هذا، وهناك طريق من الجهة الأخرى. ونشوف هنا الورشة نتاع الجسر هذه مازالها مفتوحة من تحتها. إذا نزيد نتقدم باتجاه يعني الوسط نتاع الجسر هذا، نسي نوصل حتى للمستوى على مستوى الواد فوق الواد نتاع الحراش. نعطيكم فكرة على العرض نتاع الرصيف، العرض نتاع الرصيف في حوالي 3 أمتار أو 2 أمتار ونص إلى 3 أمتار. والطريق كما رانا نشوفو فيه حوالي 15 متر، فيه زوج أروقة، واحدة تدي واحدة تجيب. وهنا نشوف مشينا حوالي 30 متر تقريبا. هنا نشوف نلاحظ انه فوق الجسر فيه البساط باللون الاخضر، هذاك البساط نتاع الاتونشيتي نتاع الحمايه نتاع لو كور دو بون، يعني الجسم نتاع الجسر هذا واللي مكون بالاسمنت المسلح. اذا هذيك طبقه تاع حمايه للطريق. وهنا نشوف نزيد نتقدم. اذا لاول مره نعاودوها، رانا فوق الجسر العملاق بالنوع فيادوك الذي يمر فوق واد الحراش واللي يوصلنا يعني نشوف من هنا من الخلف جامع الجزائر، يوصلنا الى اذا شارع طرابلس. وهنا نحبسوا هنا، نعاودوا نولوا، اذا نعاودوا نرجعوا اذا ونشوف يعني الضخامه تاع الجسر هذا. اذا نكتفي بهذا يعني التوغل في الجسر، نعاود نرجع الى نقطة المحول و للعلم انه ان شاء الله في المستقبل نعاود نرجع ونديرو الجسر هذا، نديروه بالسيارة، يكون تم الافتتاح ديالو ونمشيوه بالسيارة. وهنا رانا فوق الطريق، اسمها خرجت من الرصيف
وراني فوق الطريق نشوف الجهة المقابلة هنا من اتجاه يعني البحر، ونشوف الطريق هذا اللي قلنا يعبر فوق واد الحراش. إذا أترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو، والسلام عليكم.